أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هذا السائل: بالنسبة للأراضي الممنوحة والتي يحصل عليها المسلم، هل عليها زكاة إذا استمرت أكثر من 6 سنوات عندي ولم أبعها؟ إذا نويتها للبيع تصبح زكوية، فتحسب لها حولا من نيتك لبيعها، فإذا مضى عليها الحول وأنت تنوي بيعها فإنك تقومها بما تساوي وتزكيها بإخراج ربع العشر من قيمتها المقدرة. نعم.